اهلا بيكم في طاقه جديده من برنامج وطي وغطي مع سيندي مزهر من لبنان. سيندي كيفك؟ منيحة، كيفك أنت؟ عم تسمعني منيحة؟ سامعيني؟ إيه؟ طيب سيندي، انا سعيد جدا ان احنا هنعمل طاقه النهارده. احنا بنعرف بعض بقى كام سنه؟ ما عم بسمعك، عيد. نعرف بعض بقى لنا كام سنه؟ صار لنا 6 سنين، لا أكثر من 6 سنين، شي 7 8. لا اسكندريه ومالمو كوبنهاجن، لكن بيروت بيروت، القاهرة والقاهرة، اسكندريه. وما بعرف قريبا وين يعني. طب هنشوف، بس عشان كده قلنا نتقابل النهارده في الطبقه. طيب سيندي، ممكن تقولي لي انت مين في 3 حاجات او 3 كومنت؟ أنا سندي بشتغل بالحقل الثقافي وبحب أطبخ كتير، وهلا رجعت اطبخ فكتير مبسوطه. وشو كمان عم بحاول اتعلم كتير اشياء جديده، نحن وبالحجر هلا تساعدني اعرف كيف بدي اعيش حياتي بالمستقبل، فهيك فتره تعلم كتير. انت خبرني 3 اشياء عنك. أنا أدرس، بحب أتعلم، بعمل أوريجامي، ودي ملاحة أوريجامي سيندي جابتها لي في عيد ميلادي من سنة، و إيه تاني؟ وبتعلم وبعمل أوريجامي وبحب أسافر. أنا كمان بحب أسافر، واضح يعني. طيب سيندي هتعلميني إيه النهارده؟ أوكي، رح أعلمك أسهل أكلة بالحياة، واللي هي واحدة من أول الأكلات اللي بلشت أعملها فمن كتير زمان. رح نعمل لازانيا، ورح نحاول قد ما فينا نعملها بالشكل الأقرب للطريقة الإيطالية، لأنه هي أكلة باستا فهي أكلة إيطالية، وكتير العالم خبصوا فيها يعني حول العالم. في كتير طرق مختلفة تتعمل اللازانيا، بس نحن رح نعملها بخيانة كبرى، لأنه رح نعملها بشكل نباتي، فما رح نستعمل لحمة لأنه أنا هيك بفضلها. فرح نعمل لازانيا نباتية. يلا بينا. طيب المكونات ايه بقى وهنبتدي ازاي؟ أوكي، رح أحاول فرجيك هون المكونات عندي. لحظة، اوكي سو هون مبينين، حطيت كل الاشياء، عملت كل شيء بكرهه ببرامج الطبخ، بس كرمال يكونوا محطوطين بشكل بمحل واحد. رح نعمل صوص بيضة وصوص حمراء. فالصوص الحمراء نحن بحاجة لبصل مشهورة، بصل وثوم وبندورة وصلصة بندورة بالعلب وشوية حار وزيت زيتون وأوريجانو وسبع بهارات وبهارات أسود، بهار أسود. وللصوص البيضة نحن بحاجة لزبدة وحليب وكريم وبارميجانو رخيص مطحون، ورح نعوز كمان طبعا هون جوز الطيب وبهار ابيض، ورح نعوز اللازانيا نعمل لازانيا. هو هن الاغراض كلياتهم. انت رح تستخدم شويه خضره، انا ما لقيت خضره عندي لانه نحن بالحجر الصحي وكثير صعب انه نلاقي اغراضنا كل الوقت. رح تستخدم انت خضره تحطها بين الطبقات، فرح يكون عندك باذنجان ورح يكون عندك كوسة وسبانخ، رح تحطهم مع زيت زيتون، رح تحطهم بالفرن. والسبانخ رح تعمله على النار، رح تشوحه شوي مع ثوم. فيك هلا اذا مقطعهم فيك تدهنهم زيت زيتون وتحطهم بالفرن. طيب ثواني هعمل حاجة. طيب سندي، انا دلوقتي سندي انا دلوقتي قطعت السبانخ تمام، وحاطط زيت زيتون على النار. اوكي، بحط معاه تومه زي ما قلتي واقلي فيها السبانخ. اول ما تدبل التوم بتسقط السبانخ فوق. تمام، حلو. وحطيت الكوسه والبتنجان في الصينيه، وحطيت عليهم زيت زيتون وشويه ملح وشويه فلفل، ودخلتهم الفرن. عظيم. حلو، دلوقتي بقى نبتدي نعمل الصلصه. اوكي،
هلا بس قبل ما نعمل الخمسه. نعم، عايزه تشغلي مزيكا قبل ما نشتغل؟ ايه رح لحظه رح نلعب موسيقى، بس انتبه انه الثوم بيحترق بسرعه، فاذا انت حطيت الثوم بالزيت انتبه عليه. زيت الزيتون ما لازم يحمى كثير لانه بيصير بيسمم اذا كان على النار لوقت كثير طويل. انا رح العب موسيقى، رح اعمل معك تجربه صار لي فتره عم بفكر فيها، اللي هو انا كثير بحب الجاز، وبالجاز في كلتشر معين هو انه كل الناس تلعب مقطوعات، يعني مقطوعه واحده فيه يكون 100,000 حدا لعبها، بس كل حدا بيضيف عليها من نفسه من توزيعاته وبالطريقه اللي بيشوف فيها هيدي المقطوعه، لانه الجاز هو شيء كثير حلو اجمالا. فرح العب كليشيه لمقطوعه هي انه كثير العالم بتعرفها، لانه كثير على يعني وين ما كان ناس مغنيتها او لعبانيتها. ف اوتم ليفز او مثل ما الناس بيعرفوها كثير لانه فيروز غنتها بتذكرك بالخريف. حاولت هيك جمع بلاي ليست لناس انا بحبهم لعبانين، صار احطها هيك باك جراوند ميوزك ونسمعها ونحاول نشوف اذا في اشياء مختلفه بيناتهم. رح نبلش مع بيل ايفانس تريو، اللي هو واحد من الطف الناس اللي لعبوا بيانو بالحياه. الا اذا عادي خليها. سامعيني كده ولا اوطي المزيكا شويه؟ نعم وقتي. سامعيني؟ انا سمعتك بس انت خبرني اذا بعدك سمعنا ولا لا. سمعنا؟ منيح. زيت زيتون اطنى من زيت الزيتون. حطي زيت الزيتون فين بقى دلوقتي؟ احسن. شو قلت؟ هنعمل صوت صح؟ صح. فأنا حطيت زيت زيتون على النار ومخليته بس ليحمى نوسة، ورح أحط من فوقه، رح أحط أنا مقطعة بصل وثوم، حاسة حالي كثير ببرنامج طبخ، بصل وثوم قطعتهم رح أدلقهم بالطنجرة. زيت زيتون مش كتير، ها رشة يعني؟ لا كتير زيت زيتون. نقلي يعني اكني بقلي ولا لا؟ نحن من بلاد البحر المتوسط ما فيك تقول رشة. وبعدين لما يحمي احط البصل صح؟ بصل وثوم. أنا عاملة هون بندورة، بس جبت بندورة طماط سوريز لأنه لقيتهم الخاص طعمتهم بتكون أقوى إجمالا. طيب أنا هضرب الطماطم في الخلاط. أوكي. هلا أنت فيك بالعادة فيك تقشرها، بس إنه ما ضروري، إذا ما إنك مقشرة من قبل حطها بالخلاط اضربها. الثوم اتحمر بتاع السبانخ. اوكي حط سبانخ فوقه، ما كان لازم يتحمر بس اتس اوكي. كبهم فوقهم واحرقهم لانه السبانخ دغري رح يستوي. رش لهم رشة ملح. ايه؟ رشة ملح. اوكي
طيب الزيت بتاع البصل اتحمر، احط البصل؟ حط البصل والثوم. حط البصل وايه؟ والثوم في نفس الوقت. البصل كان متقطع مكعبات. جميل. لما بس المكعبات والثوم او مدقوق او محروس او مقطع صغير. تمام. لما يحمر اعمل ايه؟ ما بدك اياه يحمر، بدك اياه يدبل. حلو. لانه اذا حمر رح يصير كريسبي، يعني رح تتغير طعمته، بدك اياه يدبل لتسقط فوق البندوره وباقي الاشياء. هي أول مرة بحياتي بحضر الطبخة يعني، فهلا حاسة إنه ما عندي شيء أعمله. طيب أقفل على السبانخ ولا لسه؟ دبلو؟ آه بدك كيف تحس إنه لونه غامق وهيك. ماشي. التراك تعب الأبانز ورح يفوت علي صوتك على دعاية. نعم؟ علي صوتك. كنت عم اقول انه خلصت التراك اللي كان عم يلعبها بالأبانز وفتنا على اوتم ليفز من شات بيكر حبيب قلبي. بنلاحظ انه هو بيلعبها شوي اكثر، يعني في هيك في فلو حلو وشي اكثر جروفي، بس بعدين بيقصد تماما ما بعرف شو بسمع. بطلع البتنجان والكوسه من الفرن امتى؟ فيك تشوفهم هلا، هن لازم يكونوا نشفوا شوي. سو بدك انت عم تشويهم بقلب الفرن، سو لازم يكونوا شوي يعني طريوا ونشفوا. انا عندي دبلو البصلات. لحظة حرارة البيتزا. طيب لما بيتبلوا بقى بنعمل ايه؟ بنعمل ايه دلوقتي؟ هلا دبلوا البصلات، سو رح زيد فوقهم البندورة الهيدا ودبلهم شوي، ارجع زيد باقي الاشياء. انا عصرت البندورة؟ ما عصرتها انا لانه بندورة صغيرة، شايف؟ انا عصرتها فماني بحاجة، ما بعصر البندورة أبداً إلا إذا كنت عم بعملها. طيب أنا عصرتها دلوقتي، ما في مشكلة ولا ما فيش؟ نعم؟ أنا عصرتها. ما بيأثر، بس إنه شو عملت بالمي؟ حطيتها في الخلاط. بس إنه كلها بعدها مع بعضها، ما بيأثر. يعني مش أنا رح أقول لك لا على الأسئلة، فينا نجرب. منظرهم كتير حلو. وانا موطي النار شوي. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا حطيت البندوره، سو صار عندي بالطنجره البصل والثوم والبندوره المقطعه. رح خلي البندوره تدبل شوي،
وارجع سقط الصوص اللي هو بندوره مطحونه بالعلب، وراح زيد فوق خلطة السريه اللي هو حر انا عملته بالبيت، فلاور تشيلي، وزيدت له ثوم مشوي واشياء ثانيه نسيتها، واطنان من زيت الزيتون. فهيدا انا بزيدها على صوصات البندوره اللي بعملها لانه بتعطي طعمه هيك وشوي حر، فكتير طيبه. وراح ارجع زيد لها بهار اسود وملح بالاخر، بس لما بزيد كل المكونات مع بعضها راح اتركها شوي على النار لتعقد، يعني بدها وقت للبندوره تفرط بقلب بعض. جميل. طيب انا هستوب دلوقتي ونرجع تاني نرك اول ما نبقى جاهزين. اوكي. طيب ايه بقى اللي حصل عندك في الطماطم؟ اوكي، فانا البندوره اللي كنت حطيتها بالاول رح فرجيك فرطت. اوكي، صار شكلها يعني عملت صوص لحالها بقلب الطنجره، فما بدي اياها تختفي تماما. فرح بلش زيد الصلصة المعلبات او الكرتون. انا عملت زي ما قلت لي معلقه ونص صلصه على المحتوى اللي عندي وزودت عليه ميه بالظبط، عامل صينيه صغيره. بس انا عم بعمل طنجره صلصه حمراء لانه حتى لو ما استخدمتها كلها باللازانيا هلا فيني اخليها واستخدمها بشيء ثاني بعدين، ففيني احطها بالثلج. رح زد لها شوية مي. طيب وبعدين نسيبها تغلي شوية؟ ايه، نسيبها تغلي كتير. اقفل عليها الغطا؟ نعم؟ اقفل عليها الغطا؟ ايه، بس خليها يعني احركها منيح، وبدك تشوف قد ايه سميكة، يعني بدك اياها تكون شوي مي لأنه يعني شوي رخوة، لأنه على لما تغلي رح تشد أكثر. أنا زدت شوية مي عندي لأنه حسيتها كثير كثيفة، فرح يمكن بدها شوي مي بعد. طيب حسيبها تغلي شوية. أوكي، رح زد لها مي وبعدين هنوقف لحد ما نحس إنها سميكة، صح؟ تحس شو؟ حسيبها تغلي شوية لحد ما يحصل إيه؟ لحد ما تسمك وتعقد، يعني انت بدك تشوف انه الزيت فصل شوي، يعني هي وعم تغلي بدها تعمل دوائر زيت بقلبها. مش عارفه افسر لك كثير، بس انه ايه بالضبط. انا رح خلي عندي هون، رح اعلي النار شوي لحد ما تغلي، وبس تغلي رح وطي عليها واتركها حوالي تلت ساعة تغلي على نار خفيفة لتعقد. مزبوط، هوني خلصت منهم. ماشي. طيب هوقف هنا ونرجع تاني بعد الفاصل. طيب دلوقتي هي بتغلي، هنحط توابل ولا هنعمل ايه؟ لا هلا انا بعدها ما بلشت تغلي عندي، انا زدت لها الحر اللي انا عملته. اذا انت بدك تزيد حر فيك تزيد حر، اذا ما عندك حر مش مشكله، بس انا بحبها تكون شوي حاره. هلا بلشت، اول ما بلشت تغلي عندي فرح وطي النار. اوكي، وغطيها ورح اتركها شوي. اول يعني بعد خمس دقائق مثلا من ما تغلي مزبوط رح زد لها البهارات والملح، ووطي النار على الاخر واتركها شي ثلث ساعه بس لتعقد. مزبوط، فيك تزيد لها زيت زيتون اذا حاسس انه بعدها مش كثير، انا بحب يكون فيها كثير زيت زيتون، انت حسب ما بدك. ورح زد لها بهار اسود ورح زد لها سبع بهارات. قد ايه بقى؟ قد ايه؟ نص معلقة مثلا؟ هيك كثير صعب اقول لك، انه حسب ما بتحب، وبدك تدوق شوي على الملح. انا مش كثير بعرف اقدر، فعادة بمسك هيدي وبرش وبحاول انه ما خليها تكون كثير حارة لانه انا اصلا حطيت لها حر. السبع بهارات بحط حوالي، مش كثير ضروري تحط سبع بهارات، انا بحطه لانه انا بحبه. انا بحب السبع بهارات، يعني بس
بحب السبع بهارات. نعم. اوكي بنحط سبع بهارات. فيك تقول لي شو هن السبع بهارات على فكره؟ لسه كنت بحكي في الطبخة اللي فاتت، بحس ان انا في الف ليله وليله بجد. سبع بهارات انا بعرف عد ثلاثه منهم، يعني بعرف انه فيها ليك مكتوبين. بدك اقول لك اياهم ولا خليها مستري؟ ما راح اقول لك، انت اكتشف. بس فيها بهار حلو قرفة عليك. يبقى سبع بهارات وفلفل اسود وفلفل اسود، بهار بهار اسود وملح بس. ماشي. وبالاخر اخر 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 شيء قبل ما نطفي النار بنحط اوريجانو، بنحط روزماري. اذا عندك روزماري اخضر هو ده. لا اخضر يعني ورق يعني. اوكي ما عندك. لو عندك كنت بتجيب شقفة شاش وبتحط الروزماري بقلبها وبتحطها بالطبخة وبالاخر بتشيلها ليطلع من الروزماري الاخضر الزيت اللي عندها. مش ضروري، انا كمان ما عندي. سو بس بنرش الروزماري باودر بالاخر بنرشهم. يبقى في الاخر هنحط روزماري وايه تاني؟ بس هي اخر اخر شيء لانه البهار ما منيح ينطبخ يعني. ماشي. سو بالاخر بنحطه. بس هلا من بعد ما تغلي، انا بلشت تغلي عندي رح اتركها 5 دقائق وزد لها البهارات. لا ما هو ده حصل قبل ما نقطع، فده تمام. نعم. يعني هي غليت وانا عملت اللي انت قلت عليه بالظبط. غليت وتركتها 5 دقائق عم تغلي. اوكي الزمن عنا مختلف. يمكن انا عملت على التسجيل. لا لانه انا كمان عم بعمل اكثر، فبعد عندي ما صارت يعني. انا عم بعمل هيدي الطنجره كلها اللي كانت عم تعمل الطنجره. انا بعد رح انطر شوي. ماشي. وانا حاعمل تسجيل دلوقتي. ماشي. اوكي. طيب سندي، عقبال ما الطماطم تسبك، ان احنا الاثنين بنحاول نتعلم حاجات كتيره اليومين دول، فممكن تقولي كده بتعملي ايه اليومين دول؟ بهود اليومين والتعامل مع الوضع هذا كتير صعب يعني. في مساحة لطيفة بالمنطقة اللي أنا ساكنة فيها، هي جنينة رفيقة بلشتها على السطح، فعم نحاول نتعلم كيف يعني نزرع بشكل جماعي، كيف نقدر ننظم حالنا فعلياً يعني. أشياء كتير خاصة بنقاشات كنا كتير عم نتناقشها بالثورة، اللي هي أساليب اقتصادية بديلة، كيف نقدر نشتغل بالأحياء بقلب المدينة، مثل بيروت يعني كتير أصلاً مقسمة والناس بعاد عن بعض. فعم نحاول نحن الناس اللي ساكنين بفرن الشباك بهيدي المنطقة نقرب أكتر من بعض ونعمل هيدي المبادرات. فهيدي واحدة من المساحات أول شيء لحتى نكسر العزلة اللي مفروض علينا كلياتنا. ففي هيدا السطح اللي كتير لطيف وناس كتير لطيفين، نحاول نلتقى بشكل انه يكون في المسافة الشرعية بيننا وبين بعض، ونحاول نتعلم نزرع وننظم حالنا كمان كيف انه يعني نهتم بالزرع والبذور مع بعض، ونقدر نعمل الموضوع بشكل يعني مستدام أكثر. فهلا كثير المرحلة بالنسبة لي على القليل كثير عم بتعلم، لأنه أنا كنت كثير أزرع قبل شطول المنزلية بقلب البيت. فهلا أكثر عم بحاول أفكر بفكرة المزروعات مش كلوكسري يعني، مش كشيء موجود للزينة بقلب البيت، بل هو شيء موجود لحتى نقدر ناكل منه، نقدر نأمن غذاء مش بس لنا بس للناس اللي عايشين حوالينا كمان، وكمان نقدر يعني نستعمله بشكل جماعي ونفهم أدوارنا المختلفة بقلبه. فمبسوطة كتير لأنه عم تعلم أشياء كتير جديدة، وكمان عم يعني هيدا العزلة عم تنكسر بمحل مفتوح، قادرين نحافظ على اهتمامنا بصحتنا، بس بنفس الوقت انه نكون مع بعض ونناقش اشياء تانية خاصة بهيدا القلب النوعية اللي صابتنا. يعني احنا قبل بشهر كنا على الطريق كلنا مع بعض كل الوقت، وهلأ صرنا كل حدا ببيته. وفي هيدا يعني في رجوع انفرض علينا كتير لفرديتنا، لمساحاتنا بقلب بيوتنا، بوقت نحن كنا كتير كل الوقت بمساحات عامة وعم نعمل نقاشات عامة يعني بتمسنا كلياتنا. فهيدا من الأشياء
عم بتساعدني كتير ضلني منيحة أو حاول أن ضلني منيحة بهيدا الفترة الصعبة. غير هيك كمان عم بعمل بدرس الجامعة اللي عم بدرسه عم واللي هو كتير خاصه بالمساحات العامة، وكمان كيفية توظيف الفنون بالمساحات العامة. فهلأ بهيدا البروجرام بوقت انفقدت فيه المساحات العامة كتير عم نناقش شو هي المساحات العامة اللي ممكن تكون افتراضية أو رقمية مثل الشيء اللي عم نعمله هلأ، فإنه نقدر نحاول نفكر بأساليب مختلفة شوي، كيف نقدر نكمل تواصل مع بعض، كيف نقدر نحول شغلنا بالفنون والثقافة بالمساحات العامة لمساحات شوي كحل بديل وقتي، مش 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 عطول يعني. بتمنى نرجع للمساحات العامة الطبيعية أيضا. فهول اللي عم بلهي حالي فيهم غير شغلة يعني، فبدنا نتعامل. مش عارفة بدك انت تخبرني ولا لا؟ بدي خبرك عن انا كتير بحب اتعلم. اللي خلاني اعمل الفكره بتاعه الطبخ دي هو اللي انا بحب اقابل الناس، بتعرف اقابل الناس، بتعلم حاجات جديده. واكتشفت من تجاربي كتيره في التعلم ان انا لازم اتعلم وجود شخص، لان ده بيأثر عمليه التعلم. كان ممكن افتح يوتيوب واتعلم ازاي اعمل لازانيا، بس في الاخر ان انت كونك موجوده هنا بتقولي لي اقطع مربعات وتغير القطعه مقاسها ايه، وبعدين تشوفي لون البصله اتغير ولا لا. فده اللي خلاني افكر في الفكره، واللي احنا نعمل ما بقاش في مساحات عامه. فدلوقتي بقى خلق مساحات عامه على وسيط، يعني هي خاصه عامه، يعني انا في الاخر مطبخي مطبخ بس احنا عارفين نتلاقى. كنت بلعب بينج بونج بقالي شهور، فدلوقتي بلعب بينج بونج على السفره، طرز السفره مع الحيطه، فانا بلعب مع الحيطه كل يوم وبس. فده وضعي دلوقتي. اعتقد من هل نعتبر ان الصلصه دلوقتي استوت ولا لسه؟ انا عندي بعد بدها وقت، يعني انا بعدني حسيتها انه تحمل شوي قبل ما نزلها البهارات، لانه انا عم بعمل كميه اكبر من عندك. بس اذا انت حاسس انه بلشت تشد فيك تزيد لها البهارات وتوطي على الاخر، لانه بدنا البهارات بس تعطي طعمه ما بدنا اياها تنطبخ معها. طيب هقفل دلوقتي ونرجع تاني بعد الفاصل. طيب دلوقتي هي غليت. هلا انا ما عندي روزماري، سو رح زيد اوريجانو. حزيد ايه؟ حزيد اوريجانو. انا ما عنديش اوريجانو بس عندي اوريجامي. تعرف ان في ناس كتير قوي بتقول لي هو انت بتشتغل اوريجانو؟ عامل فيني خبرك كم حدا مخبره عن هيدا الشيء وبيقول لي اوريجانو اصلا؟ ماهر مرحبا اذا عم تحضر. لحزيد واخلط. ايوه ريحتها كثير حلوة. اولا يا سندي، اولا لحظة انا فيني ادوق بعد دقيقة. اوه بس شكلها كثير طالع حلو. اوكي رح دوق. ليك شكلها لطيف جدا، والقطع البندوره اختفوا تماما. طيب كثير تحمل شويه ملح، بس ما راح احط لها لانه عشان ما تطلع ملح. طيب دلوقتي بنقفل النار عليها. انا راح اخليها بس دقيقه بعد مع النار، راح بلش احضر لنعمل الصوص البيضة اللي هي البشاميل، صح؟ المكونات البشاميل معانا زبدة، صح؟ عندك شيء مثل هيدا الشيء؟ عندي. اوكي. هذا الشيء كثير مهم، ما بعرف شو اسمه صراحة. نستمع الآن إلى Autumn Leaves Take من زياد الرحباني وفيروز. فيروز صح؟
اوكي انا رح بلش احضر عندي هون البشاميل. فيها تكون كثير تريكي فبدك تنتبه لها كثير، بدك ضلك عم تتفرج عليها كل الوقت وعم تحرك لانه بتلطع بسرعه بتحترق، والطحين بيعجن. فرح فرجيك انا شو رح اعمل بالطحين. انا حطيت الطحين بقلب هيدا الشيء بالمصفى، لازم هزه كثير لينزلوا لحتى ما يجبلوا، يعني هي بتعملها لحتى ما الطحين يفرك يبقى بيتنفس شويه. ايه فانا هون صار عندي كثير طحين مدخول، يعني رح احطهم هون على جنب. طيب رح احط زبده. سندي نعم، ممكن تقولي الوصفه كامله هنعمل ايه خطوات عشان انا هقفل عشان خاطر الوقت؟ اوكي سو رح نحط الزبده بقلب الطنجره وندوبها. بس تدوب الزبده بنبلش نزيدها على نار كثير خفيفه، رح نبلش نزيد الطحين ونخلط نخلط نخلط لتصير عندنا شيء بيشبه العجينه. انا قلت لك هي البورد، يعني الايكويشن هي انه لكل كوبايه حليب بدك كوبايتين، بدك معلقتين زبده ومعلقتين طحين، بس انه بتصير تحط انت حسب نظرك حسب ما تشوفك بالضبط. سو رح نعمل هيدا الشيء، رح زيد الطحين وبعدين بس بتكمش وتصير عجينه رح بلش زيد الحليب شوي وشوي واخلط كل الوقت. هلا انا مظهره كل الاغراض من البراد قبل بوقت، فحتى الحليب برا حتى الزبده برا وحتى الجبنه البارميجان برا، بس يزيد الحليب وينخلط كل الحليب ويصير المزيج متماسك بزيد عليهم جوزة الطيب، واللي هي انا عندي فيك تجيب جوزة الطيب باودر بس انا بحبها اكثر جوزه كامله. عندي باودر احط قد ايه مثلا على الكميه دي؟ نعم احط على الكميه اللي عندي قد ايه؟ يعني بدك تعتبر ربع معلقه شاي صغيره، وراح برشها بهيدا وراح زيد كمان. نعم فلفل ابيض قد ايه؟ وفلفل ابيض، هلا الفلفل الابيض هيدا الاسود وينه الابيض؟ البهار الابيض كمان مثل البهار الاسود حر وبيعطي طعمه كثير، فما بدك كثير تكثر اذا انت ما بتحب الحر، فانا رح احط رشه يعني مش كثير. بعدين الجبنه البرمجان بس اخر شيء بتزيد الباودر بارميجان او الجبنه المبروشه البارميجان بتبرش فوقها وبتخلطها وبتكون خلصت. اوكي جميل. سو يلا نعمل هيدا الشيء. اوقف دلوقتي ونطلع بعد الفاصل. اوكي طيب خلصت اللي قلت عليه وعملت كده. اخر مستوى هو بشاميل صح؟ حلو. دلوقتي بقى نعمل اخر شيء هو انه يكون في طبقه بيضاء على الوجه وتكون كل الصينيه مغرقه بالصوص بطبقات الباستا. وبعدين انا في ناس بيحطوا الجبنه من الاول، انا ما بحط الجبنه من الاول كرمال ما تنشف، بغطيها وفوتها على الفرن، بحطها اعلى يعني اعلى شوي من اخر طبقه، بدور من تحت. الفرن لازم يكون حامي بس النار ما لازم تكون كثير عاليه، بتركها بقلب الفرن شي 40 دقيقه بعدين بطلعها وبحط عليها الجبنه يعني بشيل الغطاء وبخليها تتحمر شوي من فوق وبس. كويس. انا دلوقتي هحط تشيدر صح؟ حط انت عندك تشيدر وموتزاريلا وبارميزان، حط طبقة تشيدر لانه تشيدر بيزبط ينطبخ مع الاكل، حطها فوقها وفوتها على الفرن غطيها، هيك التشيدر بيفوت بقلب البشاميل، وبعد 40 دقيقة طلعها فك الغطاء حط الموتزاريلا وشوية بارميزان ورجع فوتها على الفرن ولع من فوق خليه يحمر. ما عنديش ولع من فوق بس هو سخن هيسخن كل حاجة. بس هو ما حيحمرها اذا مش شوي من فوق، بس اذا كان الفرن سخن تتحمر. هو الفرن سخن من اول ما طبخنا. سلك مولع على الفرن من اول ما بلشنا. عشان كنت بحمر البتنجان والكوسه.
صح، انا ما عملت هذا لا ده انا شاطر. لا، ما انا عارفه، انا عارفه انك شاطر. طيب احنا مش هنغطي الباستا صح؟ بلى، انت احسن تغطيها. سو جيب والمنيوم الالومنيوم فويل. فويل صح؟ ايه فويل غطيها سنيتها وخليها بالفرن. بفويل بس. ايه كويس. طيب انا ما راح اخبزها هلا، سو بكره ببعث لك الصور، لانه صارت الساعه 11 بلبنان، سو ما راح ناكل الساعه 11 باستا. بكره راح اخبزها وببعث لك الصور كيف شكلها راح يطلع. بس انا بس هخبزها دلوقتي عشان انا ما اكلتش من الصبح. هلا باكل معك شيء ثاني. ماشي، يبقى انا هحط عليها الومنيوم وهدخلها الفرن. هنقفل التسجيل دلوقتي ونرجع نتقابل انا وانت تاني والناس اللي بيتفرجوا علينا بعد 40 دقيقة. إلك ووطي وغطي. طيب دلوقتي بعد 40 دقيقة طلعنا الصينية بالشكل ده اهو. عظيم. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هلا تأكدت انت انه هي الباستا استوت. دخلت الصينية وطرية جدا. اوكي عظيم. حط فوق الجبنة اللي عندك، عندك موتزاريلا وعندك بارميجان. موتزاريلا الأول؟ ايه ما بيأثر، هن راح ينخلطوا ويعني تكارم بالجبنة لأنه طيبة. أنا صنيتي راح أخبزها بكرة، فبكرة بفرج لك النتيجة. وبعد كده تحط برمجان؟ هو أحسن البارميزان تحطه بس تطلعه من الفرن، سو ما تكتر لأنه حرام. بس تطلعه من غير ما نغطي وشها. لا، ومفروض لأنه الفرن حامي مفروض أنه تحمر من فوق. طيب دلوقتي هنقفل ونرجع تاني بعد الفاصل. منيح، لأنه الفرن حامس ورح تخلص بسرعة بعتقد. طيب احنا بنعمل ريكوردنج دلوقتي فانا هقفل تاني. ونشوف مع بعض. واو. شايفة؟ طيب نقطع حتة ونحطها في الطبق. واو. بعطيك نصيحة إنه خليها تتنفس 5 10 دقايق قبل ما تاكلها لهيك ترتاح. هطلعها الأول وأسيبها تتنفس ماشي؟ عشان لزوم التصوير. واو. أنا كتير فخورة بهيدي اللحظات. خبصت ما بيأثر. جملة اليوم معك هي اللي ما بيأثر. واو. فيك تلت الصحن شوي خلينا نشوف كيف عاملة من فوق. اوكي شكلها لطيف. يبقى أنا عارف تعمل عليها برمجان. إذا بدك فيك تزيد لها زيت زيتون، فيك تزيد لها حر، فيك تعمل سلطة حتى. It's a perfect meal. ونقول
للهنا والشفاء. أحتان عقلبك يا سيدي شكرا جدا. ميرسي. وهنقول في الآخر لو عجبك الفيديو اعمل لايك او اعمل شير او سبسكرايب عشان الناس كتير قوي تشوفنا واحنا بنطبخ، ونعمل كده ونعمل كده ونعمل كده واحنا ما عندناش اي حاجه من دول. باي حبيبي صحتين. باي. جدا 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 مع وقتي وغطي.